وننتقل إلى السؤال الموالي الموجه إلى السيد وزير الاقتصاد والمالية حول الإجراءات الإدارية المعقدة للمصاحبة لتسجيل سيارة المغاربة القاطنين بمدينة سبتة ومليليا. كلمة أحد السادة المستشارين في الفريق الحركي. الفريق الحركي تفضل السي فضيلي. شكرا سيد الرئيس، السادة الوزراء، إخواني المستشارين. كما لا يخفى عليكم سيد الوزير، المواطنون القاطنون بمدينتي مليلية وسبتة المحتلتين في تنشيط الدورة الاقتصادية والحركة التجارية وزيارة العائلات في مختلف أقاليم وجهات المملكة، وهم متشبثون بهويتهم ووطنيتهم المغربيتين، ومواظبون على زيارة عائلاتهم ومدنهم وقبائلهم. هناك إشكالية طرحت مؤخرا وتؤرقهم، حيث ملزمون بتجديد ورقة خضراء تمكنهم أو من سيارتهم عبر الحدود كل 6 أشهر. بكل بساطة المواطنين كيطلبوا من الحكومة المغربية أنها تسهل المأمورية ديالهم وتطولهم المدة، بدل من 6 شهور تكون سنة أو سنتين. كذلك توفير الشباك الوحيد عند الدخول أو عند تجديد تلك الورقة. غالبا الورقة تصادف عودة المغاربة المقيمين بالخارج ويكون هناك اكتظاظ، ولهذا الأمل ديالهم كبير في الحكومة الجديدة أنها وفي إطار الدستور الجديد أنها تسهل المأمورية. ولكم جزيل الشكر. تفضلوا سيد الوزير. شكرا السيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد المستشار المحترم، في البداية أشكر الإخوة من المستشارين المحترمين من الفريق الحركي على تقدمهم بهذا السؤال، ونبغي نبين بعض الأمور حول هذه الإشكالية اللي هي حقيقية. النظام اللي مطبق على السيارات اللي تجي مرقمة هو النظام ديال القبول المؤقت، دايرين 6 شهور، وهذه المدة هذه لا يمكن تمديدها إلا في حالات مبررة بقرار ديال الوزير المالي. وهذا الشيء هذا هو الوضع اللي تنديروه مع المواطنين ديالنا المغاربة اللي تيسكنوا في المدينتين المغربيتين المحتلتين سبتة ومليلية، بحيث تنعطوهم 6 شهور زائد 6 شهور. المشكل فوقاش نشأ؟ من قبل 2004 ما كانش هذا المشكل، وما كانش الحاجة للتصريح، لأن قبل 2004 كانوا هاد المواطنين السيارات كانوا تيتعرفوا، كان ديك الترقيم المعدني معروف ديال سبتة وديال مليليا. من بعد 2004 منين اعتمد الاتحاد الأوروبي واحد ترقيم موحد، تطرح مشكل، بحيث مجموعة ديال السيارات ماشي لابد ديال المغاربة اللي هما ساكنين في سبتة ومليليا تيجيو من أنحاء أخرى وصبحوا تيدخلوا للمغرب، وبالتالي كان لابد من الضبط ديال العملية من ناحية. دابا هذه المسألة مسألة تنظيمية، من ناحية الأمنية ديال البلاد كان لابد من واحد النظام من الضبط. على داك الشيء رجعنا للمسألة ديال التصريح، وهذا التصريح فيه تسهيل، بحيث هذا التصريح هذا أولا تيتم كيف ما قلت على جوج المرات، 6 شهور زائد 6 شهور، وبالتالي هما ما تيخلصوش الرسوم الجمركية، كاين الإشكال ديال التأخر وديال التعقد المصدر. بالتالي كاين هذه المسألة ديال أنهم تيصرحوا، وديك التصريح مبسط، واحد المسألة مبسطة. لأن شنو لاحظنا؟ أولا أصبح عندنا مشكل ديال عدم الضبط ديال الدخول والخروج ديال السيارات والانعكاس الأمني ديال هذه المسألة. لاحظنا أنه هناك توقع تزوير ديال اللوحات المعدنية وديال الهياكل ديال السيارات. لاحظنا كذلك تفشي ديال الظاهرة ديال السيارة ديال السير ديال هذه السيارات هذه، ماشي غير في المناطق ديال الشمال، كاين تتوصل حتى للداخل، بحيث كاين الناس اللي هما ماشي من سبتة ومليلية رجعوا تيوصلوا حتى للداخل. والمسألة الأخرى اللي وقعت وهي التزايد ديال الظاهرة
ديال الإعارة ديال هذه السيارات لأشخاص غير مستفيدين، غير مستفيدين وغير معنيين بهذه المسألة. وبالتالي كان لابد من الضبط على ذاك الشيء. رجعنا تنطلبوا في هذا التصريح هذا واحد التصريح مؤقت مبسط، وثانيا ما يفيد الإقامة ديال الناس المعنيين بمدينتين المحتلتين سبتة ومليليا والملكية ديال السيارة باش ما يصبحش التلاعب، يعني ماشي ملكية ولا تدخلها ويعطيها لواحد آخر، وتسجيل ديال السيارات المعنية بنظام معلوماتي. هذه المسألة كان كذلك واحد الشباك اللي مخصص لهم في مليليا، شباك مخصص اللي مطلوب منا بطبيعة الحال أننا نعددوا هاد الشبابيك باش ما يوقعش هاد الزحام اللي تكلمتي عليه السيد الرئيس في المسألة ديال. شكرا سيد الوزير، إن شاء الله نعطي معلومات أخرى في التعقيب. كلمة لكم سيد المستشار في إطار التعقيب. سيد الوزير أنا آسف على الجواب، كنت أسف. المبررات كلها، هاد المبررات اللي عطوها يمكن كانت في زمن مضى قد ولا. الله شاهد كنت كنتظر منكم درسوا هذا السؤال ماشي منطلق سين جيم كما يقول المصريين، سؤال جواب. ما درستوش الوضعيه مزيان، ما تبقاوش تخبعوا في المسائل الامنيه. الناس ديال المليليه ناس وطنيين مخلصين متشبثين بوطنيتهم وببلدهم، الله يخليكم. ما نبداوش نشكوا في الناس هكذا. وهذا القرار اللي خذاه وزير الماليه قرار غير قانوني وغير منطقي، وما عندوش الحق ياخذ قرار، لان هذا الشيء خصو يدخل في اطار القانون، خصنا نقنوا هذا الشيء. بقرار من وزير الماليه غتعذبوا واحد العدد ديال الناس، واش غادي يزيد لنا الا درنا لهم ست شهور ولا عام؟ شنو هو البديل؟ شنو هو الفارق بين سنه ولا ست شهور؟ الله يخليكم درسوا السؤال مزيان. هذا راه طلب ماشي سؤال، طلب للحكومه. كانت تطلبوا منكم درسوه بعنايه كبيره وببحث دقيق. وهاد الناس راه عندهم جميع المغريات، عندهم جميع المغريات وبقاو متشبهين بوطنهم، راه ما كيبيعوش ويشريو في الوطنيه ديالهم. الا كانت حاله نادره ديال لي ماتريكول فالسيفي ولا حنا ما نقيسوش، هذا نادر ولا نادره على القياس، القياس على النادر لا يجوز. ولهذا حنا كنطلبوا منكم بكل ايمان وبكل صدق انكم تشوفوا هذا الشيء، او غادي نكونوا مضطرين باش نقدموا اقتراح قانون في هذا الموضوع، لانه لا يجوز نبداو نربيو الناس بهذا. كاين قوانين اللي حصل دار شي حاجه يمشي للمحكمه، ولكن ما نعموش على الناس الامن ما الامن. هذه كلمات في الفضاء لا نقبلها. انا السؤال لما درتو كنت كنتظر تجيونا بجديد، وحنا غادي يكون عندنا عوده للموضوع، وغادي ندقوا ابواب ديال مؤسسات اخرى في هذا الموضوع، لانه موضوع مهم جدا. وهذا الشيء ديال الرسوم الجمركيه اللي كتذكروا عليه، راه ما كاينش رسوم جمركيه، هذا الشيء مفتعل. ما كاينش الرسوم الا ما ديتش الواجب. اش كتقدموا من خدمه باش تفرضوا الرسوم؟ الرسوم مقابل خدمه. شكرا. كلمه لكم السيد الوزير. السيد المستشار على التعقيب. اولا والله يشهد انني ما خدمتش بالمنطق ديال سؤال جواب. سولت الاداره قلت لهم اعطوني الوضعيه الحقيقيه، والله سبحانه وتعالى على ما اقول شهيد. قلت لهم ما ديروليش الجواب ديال العام زين بهذه الكلمه هذه مع رئيس، ما ديروليش الجواب ديال العام زين. الا كان المشكل قولوا لي كاين مشكل، نمشي عند البرلمان نقول له مشكل ونحلوه بهذا المنطق، واقول والله يشهد على ما اقول. هذا المنطق باش تعاملت. وبالتالي انا تنقول لكم السيد المستشار المحترم، المساله الامنيه مساله مهمه، حنا لا نشكك. حنا تنقول لك انا اذا كان غير واحد تيحط مساله مهمه، هذه مساله ديال البلاد، ولكن التبسيط ديال المساطير ديال المواطنين ديالنا الاعزاء المحترمين في سبته ومليليه على راسنا وعينينا اولويه. نجلسوا ونلقاو الطريقه السليمه باش نزاوج بين نحافظوا على الامن ديال بلادنا ولا نشكو في احد، وباش نيسروا المساطير ديال المواطنين ديالنا. هذا هو اللي عندي انا. ما نقولكش انا رحنا مجموعه من الاجراءات تندرسوها، اعتماد واحد القراءه ديال اللوحات المعدنيه بطريقه اوتوماتيكيه باش تحل ليه الباب. هذا الشيء يعني في الدراسات المسائل المستقبليه باش هذوك الناس يكونوا مضبوطين منين يوصل، تقرا بطريقه اوتوماتيكيه تحل ليه الباب باش ما يوقعش التصريح. وبالتالي كاين بالفعل كاينه امور دقيقه ديال حل المشكل. ومره اخرى انا مستعد باش نتلاقى مع الى كانوا الناس اللي مثلهم المستشارين ولا الجمعيات ولا اللي كان باش نحلوا المشكل. هذا هو الذي
نريده. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا سيد الوزير ونشكر السيد. السؤال السابع موضوعه الخصاصة في الحبوب، الكلمة لأحد السادة المستشارين من فريق الحركي، تفضل سيد المستشار. شكرا سيد الرئيس، سيدان الوزيران، إخواني المستشارين. السيد الوزير المحترم، مما لا شك فيه أن هناك تحذير من أزمة اقتصادية ببلادنا جراء نقص المخزون المترتب عن أزمة إنتاج الحبوب في بعض الدول المصدرة ومجة الجفاف التي ضربت عدة مناطق في بلادنا، مما انعكس سلبا على السوق المحلي، بحيث لم يتعدى إنتاج الحبوب خلال هذا الموسم 5.1 مليون طن مقابل 8.4 مليون طن سنة 2011، وهو ما دفع الحكومة إلى تمديد موسم شراء القمح إلى غاية ما تم شهر شتنبر 2012، بهدف تمكين الفلاحين من تسويق أكبر نسبة من محصولهم قبل بدء عملية الاستيراد، بحيث أشارت بعض الصحف إلى أن المخزون لن يتعدى 5 أشهر. ومن أجل تنوير الرأي العام الوطني وطمأنته، نسألكم سيد الوزير، ما هي حقيقة الوضع حول مخزون الحبوب؟ وهل هناك بالفعل بوادر أزمة محتملة؟ وماذا أعددتم لمواجهتها؟ شكرا. تفضلوا سيد الوزير. وكذلك أنتم تعلمون أنه في الحقيقة ما كاينش أزمة سيقودات، وبأنه السنة الماضية كنا كنتظروا في الأول، إلى عقلتوا فاش كنا في النقاش في يعني في لي كوميسيون كنتكلموا على 15 على 20 مليون قنطار. ربي جاب الخير في شهر أبريل، وهذيك 80 مليمتر اللي جات يعني عاونت الوقت ومشينا ل 50 51 مليون قنطار. تقبطنا بلي كتكون لا برودكسيون كنسدوا لا دوان، يعني كنديروا لا دوان باش نسدوا الاستيراد، لأن خصنا ندافعوا على هذا الفلاح، وهذا الفلاح الصغير باش يعمل سميتو. من بعد ما والحمد لله انه يعني ربي كيصاوب، لانه واخا ما كانش الشتاء كثيره، ولكن عطانا واحد الجوده اللي هي عائله اكسبسيونال. يعني الحبوب اللي كان في السنه ديال هذا خاصها تقيد في التاريخ بانه الجوده ديالو الى اكسبسيونال. ومن بعد فعلا بلي جمعنا ما جمعنا 17 ولا 18 مليون، وجمعنا الكثير الحمد لله، عاود تفتحت الامكانيه ديال الاستيراد. والان الاستيراد اللي اطمئنك واطمئن يعني لوبينيون بوبليك بانه الحمد لله عندنا اليوم اكثر من 5 شهور ديال الستوك اكسبسيونيل، 5 شهور ديال الستوك اللي موجوده في البلاد، حيث الكميات المسوقه محليا ومستورده ساهمت في تعزيز المخزون من القمحليين، وارتفعت من 13 الى ما يناهز 18 مليون عند بدايه دجنبر، اي ما يمثل تغطيه اكثر من 5 ديال الاشهر، وهذا من اكبر المستويات المسجله في مثل هذه الفتره. وغادي يتم هذه كذلك في اطار المشروع ديال القانون الماليه اللي هو الان في النقاش، غادي يتم ان شاء الله تمديد التعليق ديال الرسوم الجمركيه الى غايه شهر ابريل 2013، لان احنا باقي الان كنوجدوا لا برودكسيون، ونتمنوا على الله انه بلي في 2013 غادي ترجع الديوانه كذلك باش نقبطوا باش نخليوا هذا، ونتمنوا على الله انه يكون سنه جيده كما بدات جيده باش نمشيوا بها حتى لاخر السنه. وشكرا. شكرا. تفضل السيد المستشار. شكرا السيد الوزير. نزيدوا نقولوا حتى حنا نطلبوا ربي الكريم يكمل على هذه السنه بخير. ولكن أنا بغيت نشير بأنه هذه السلسلة طبعا سلسلة مهمة جدا، إلا قلت هي اللي مرتبطة بالأمن الغذائي اللي كيحتاجوه المغاربة كل الصباح وفي النهار وفي العشية. إنه كلنا ما كنساينوش ناكلوا التفاح في الصباح ولا في النهار ولا في الآخر، ولكن كذلك الليمون إلى آخره. الخبز شيء أساسي ما عندناش لين عليه، وبالتالي احنا وضعنا هذا السؤال وقرينا في الصحف كتبات ما كتبات، ولكن الحمد لله تمنيتونا على الوضع. ولكن كيبقى لابد من نبهكم
كيخص هاد السلسله ديال الحبوب كيخصنا نعطيو لها واحد القيمه اخرى. اولا هاد الاراضي اللي كتوزعها الدوله للاسف في دفتر التحملات كيخص يكون واحد التوازن بين يلتزموا الاخوان اللي كيديوا الاراضي بواحد الجزء ديال الحبوب وجزء من النباتات السكريه وجزء من الاشجار. حنا دابا غادي غير الاشجار، الشيء اللي كيبان ليا بانه خص لابد وانتم دائما كتدافعوا على هذا القطاع ديال الحبوب، ولكن لانه ونفكروا كذلك باش نزيدوا المساحات ديال الاراضي الصالحه للزراعه باش نرفعوا من الاكتفاء الذاتي ديال الحبوب، لانه اللي بان هذه السنه وانتم عارفين هذا الشيء ديال برا راه واعر. غدا روسيا ولا امريكا ولا الاتحاد الاوروبي عندها جفاف ولا عندها ما تعطي لنا حتى حبه. وحنا يمكننا المغاربه نختلفوا في كل شيء وعلى كل شيء الا الخبز. نتفقوا عليه كل شيء. ولذا حنا بغيناكم باش واحد الدفعه اخرى وكذلك واحد الدفعه حتى في الاثمنه ديال الحبوب باش الناس ترفع من الدرجه، وهذا الشيء كيهم المناطق السكويه اكثر. شكرا مستشار. شكرا. تفضل سيد الوزير. سيد المستشار المحترم، اولا بعدا نعطيك بعض المعلومات الخاصه بمادام تكلمتي على ديال هذه السنه، بانه لحد الساعه تبعت 1,150,000 قنطار ديال البضوء، يعني 70% من المفوات. هذا شيء يعني جد ايجابي كيبين على الصحه ديال الفلاحه ديالنا. تبعت 450,000 طن من الاسمده بزياده قضوها 18% بالنسبه للسنه الماضيه. كنعرفوا بان السنه الماضيه يعني ماشي سنة دو ريفيرونس لان ما كانش في المستوى الكبير. وصلنا في الزرع ديال 4,260,000 مليون قطار، وهذا شيء جد مهم، وان شاء الله غادي نوصلوا ل 5 مليون قطار يعني بلي يسالي هذا الموسم من هنا في بدايه السنه. زراعه الحبوب، انا كيظهر لي الجواب ديالي يمكن واضح، انه يمكن الفلاح كيعرف اكثر منك واكثر مني اش خصو يدير. راه الاراضي اللي عنده لا ناتور ديالها والشتاء واش عنده البو ولا ماشي البو، راه هو كيعرف اش غادي يزرع. حنا كنخليو الحريه التامه لان كاين الطبيعه كتحكم فوق من كل شيء. ما يمكنش ندفعوا نبقاو ندفعوا في بعض المناطق البوريه ولا الجبليه اللي هي صعيبه ونبداو الناس نقول لهم سيروا ديروا القمح باش يجيب ليه الفقر، ما يمكنش. راه خصو هاد الناس كذلك الفلاح الصغير هادي سنين وحنا جابدين وخصنا نجيبوه لواحد المستوى باش حتى هو خصو يخمم في جيبو ويحسن المدخول ديالو. فلهذا الاراضي اللي كتصلح للحبوب وداكشي غادي تبقى تستعمل الحبوب، والاراضي اللي كتصلح الاشجار المثمره ولا كتصلح الحاجه اخرى راه كتصلح لحاجه اخرى. ما تكلمتيش على، انا كنت كنتظرك تكلم على البيطاف لان ذاك النهار كان سؤال سيد رئيس الحكومه، فهذاك التعهد اللي كانت خذات الحكومه ديال الزياده الثانيه راه خذاته ان شاء الله باش يكون. وحنا فرحانين بانه في واحد العدد ديال 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 المناطق بالخصوص منطقتكم في لوريونتال ولا كذلك دكاله ولا بني ملال ان الناس غرسوا يعني الشمندر، وهذا الشيء غادي يخلي باش يعطينا واحد الاكتفاء نوعا ما ذاتي، يعني ماشي ما كامل شيء، ولكن على الاقل كاين تحسين في الانتاجيه في السنه المقبله. وشكرا. شكرا. السؤال الثامن موضوعه